انا خايفه على بنتي قوي. هي العمليه امتى؟ اخر الاسبوع. طب بصي، انا هاخد حياه تعيش مع ماما لحد انت ما تقومي بالسلامه. مش هينفع يا عشر. مش هينفع ليه بس؟ دي هتتبسط معانا قوي. واذا بها مامتك تربي بنت مش بنتها. يا ستي ماما مش لوحدها، هناك البيت مليان ناس، وبعدين اختي نوره بتحب الاطفال قوي وهتراعيها. طب افرض ان انا مت بنتي. ما تكمليش يا علي، ما تكمليش. ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ انت هتعملي العمليه وهتبقي كويسه، وبعدين اطمني على حياتك، هتفضل معانا لحد ما تقومي لها بالسلام. مش عارفه يا اشرف، مش عارفه. لا فكري كويس، وانا بكره الصبح هعدي عليكي تكوني مجهزه لها شنطتها. على السلامة يا هانم. تعالي بعد نص الليل كده، كنت فين؟ كنت مع نانسي بنت بنحضر الفيديو. ألما يا سعد اشتريت شوية فساتين، إنما إيه يجننوا. يا دي نانسي هانم اللي طلعت لي في المقدر جديد. كتر خيرها الست بتسلي وحدتي، بدل ما أنا قاعدة طول اليوم وشي في وش الحيطة. معقولة يا رشا؟ كل الوسع ده وجنينة وحمام سباحة وبرضه بتقولي لي وشي في وش الحيطة؟ جنة من غير ناس ما تندس يا سعد. يا هانم انا قاعد هنا بقالي 4 ساعات وحضرتك لسه مشرفه دلوقتي. والمفروض اعمل ايه يعني؟ اقعد استناك عشان اجيب لك التست واغسل لك رجليك؟ وليه لا؟ انت مش مراتي والمفروض تدلعيني؟ الدلع على حدود يا حبيبي. طب قولي لنفسك بقى الكلام ده، لان واضح ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. هو انت فاضيلي اصلا؟ مش انا بشتغل؟ ولا انت فاكراني بسقيها ميه تطرح جنيهات؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انت عملت حاجه ما كله ورث ابوك. لا يا حبيبتي، ورث ابويا ده اول اطفال، انما انا بقى لما هحط دماغي الثروه هتكبر وهتبقى اخر من جهه. ماشي يا سيدي، ممكن بقى نبطل خناق وتقعد عشان افرجك الفساتين. ماشي، مع اني مش طايق. ايه رايك؟ ايه ده؟ بكام ده؟ مش هتصدق يا سعد، عشان خدته من الديفيليه خدت عليه خصم 20%. حلوه قوي، اكتر حاجه بحبها في حياتي الخصومات دي. يعني واقف عليك بكام في الاخر؟ ب5000 جنيه بس. ليه 5000 جنيه؟ ده انا مش عارف احدد ده فوق ولا تحت ولا مكانه فين بالظبط. هي الموضه كده، انت مش فاهمك انت في الحاجات دي. انا بنتي اللي هبله وبتاكلي من اي كلام فاضي. وما كلش منه ليه؟ ايه؟ ما شبهش ولا ايه؟ لا ازاي؟ تشبهي طبعا، تشبهي ونص كمان. انت بتدفعي حاجه من جيبك، ما انا اللي بكوعها. يوه، بجد بقى انا زهقت منك ومن بخلك. اف! انا اللي زهقت منك ومن بعزقتك للفلوس يمين وشمال. ايه؟ هو مال حرام ولا ايه؟ وسماح بترجع امتى من المبغة؟ بتنزل يا حبة عين من صباحية ربنا، ترجع اخر الليل من المدغة مدغدغة. جدع البت دي بصراحة بقى، اجدع من اخوكي مليون مرة. اما انت يا ماما لما بتقلبي على حد بتبقى في الحق ولا بتجني على حد؟